فخر عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار كيف ما كتشوفوا في الصباح ديت وليداتي للمدرسة وطلقت مع صحباتي وفطرنا برا، ومع 11:30 مشيت جبت بنتي من المدرسة، كان عندها رونديفو عند لوغتوفونيست، ديتها عند لوغتوفونيست وانا خرجت حدا لوغتوفونيست في سانتروفيل على ما تسالي بنتي الرونديفو ديالها. ودزت من حدا هاد المناظر زوينه عجبتني، قلت انا نبارطاجيها معاكم. المهم هاد النهار غادي نوريكم روتيني اليومي شنو درت بالتفصيل، كيفاش دوزت هاد النهار ديالي. المهم داز نهار زوين وقلت علاش ما نبارطاجيش معاكم. الهدف من هاد الفيديو انني نبارطاجي معاكم روتيني اليومي، ماشي باش نعود لكم قصه حياتي. الهدف ديالي والفكره اللي بغيت نوصل من خلال هذا الفيديو هو انه الانسان رغم المشاكل، رغم يعني الالتزامات، رغم المسؤوليه، رغم انا كان عندي مواعيد في هذا النهار وعندي الوليدات ديتهم للمدرسه وكان عندي بزاف ما يتقضى، الا انه يعني كنخصص وقيت ليلي وكندوز وقيت زوين. انا من بعد ما كنحط وليداتي في المدرسه كنتلاقى صحاباتي، كنمشيو كنفطروا مع بعضياتنا وكنضحكوا شويه، كنفوجوا على راسنا وكننوتوا بعضياتنا في هذه الغربه. اللي بغيت نقول لكم رغم المشاكل رغم كل شيء الانسان راه خصو يخصص وقيت الليل وهو باش ينفس على النفس ديالو ويفوج شويه. المهم بعد ما خرجت بنتي من عند لوغتوفونيست ديتها للدار غديتها، كانت هذه هي الغديبه ديالها شي حاجه بالزربه. ومن بعد مع الوحده ونص تلقيت انا وصحباتي عاوتاني في باب المدرسه، حطينا وليداتنا في المدرسه وخرجنا جينا لآل. جينا لآل هنايا لآل بدلوه، ما غاديش يبقى لآل، دونك هادي ولي اوتليت. جينا شفنا هنايا، اجيو تشوفوا معايا شنو كاين في لآل والاثمنه. هادو دي تيشيرت ديال الكاشكاش داري لهم 5 أورو، صراحه زوينين بزاف بزاف عجبوني. راكم عارفين الاثمنه ديال كاشكاش غاليين، هنايا فريمون دايرين 5 أورو، راه مزيان بزاف بزاف. كاينين موديلات مختلفين بزاف والالوان، المهم كيف ما قلت لكم أثمنة زوينة ديال الأوتليت. الأوتليت هو الثمن ديال اللوزين بالنسبة للناس اللي ما كتعرفش شنو هو الأوتليت. هادي باغ اكزومبل كانت ب25 أورو 90 فرنك، دابا دايرين لها 5 أورو، قلت 50 فرنك سنتيم. هادي ب19 أورو 99 سنتيم، هادي تبقى حتى هي ب5 أورو. كاينين صراحة موديلات مزيونين، الواحد يصلحو الصيف، الواحد يغتنم بحال هاد الفرصة وياخذهم ويخليهم حتى الصيف ان شاء الله الا بقينا عايشين مع هاد كورونا. الله يستر، ها الله يحفظ وصافي. يا ربي تحفظ وتستر يا ربي، ودوز هادشي اللي بقى على خير. الميويات تا هما دايرين لهم 5 أورو، هادو الصبابط الصنيطلات دايرين لهم 10 أورو، ما بقاوش بزاف ديال لي موديل الناس طاروا بهم. كانت كدير 35 أورو، دابا ولات ب10 أورو، مبقاش زعما صنادل الموديلات بزاف وداكشي طارو بيهم عباد الله. هادو لي شوسيغ كانوا ب5 أورو مبقاوش، السيكان تا هما ب5 أورو مبقاوش.
هادو دايرين لهم 12 أورو تنظن. ونشوف الثمن ديالهم شحال، ها انا نوريكم الثمن ديالهم. هادو كاينين موديلات زوينين، هذا زوين، هاد الموديل تيجي زوين في اللبسة. هذا مزيون، عجبني هاد التريكو، مزيون يجي زوين مع الجين، يجي مع كل شيء، يجي حتى مع لي جيب يجي زوين. عجبني هاد الموديل صراحة. هادو لي بوليرو مازال عاقلين عليهم. مازال لي بوليرو تيدورو هنايا، ومازالين كي مازال كيتباعو. هادو لي جوب تا هما ديال كاشكاش نيت، مزيونين، كاينين موديلات زوينين. تا هما 12 أورو صراحة، رخاصين زوينين، باطل ب12 أورو. كاينين موديلات بزاف، والألوان تا هما ألوان كتيرة. صراحة هاد الجبات عجبوني بزاف بزاف، في مشكلات مزيونين ألوان. سيغتو هادي هادي عجبتني بزاف، هاد الكاكي تعجبني، هاد اللون، هاد اللون تيجي مزيون في اللبسة، عندي حوايج في هاد اللون. تعجبني هاد اللون، هاد اللون اليوم بيج. موديلات صراحة مزيونين عجبوني. هادي تاهي زوينة، عجباتني بزاف. غنشد التليفون بيد وكتشوف بيد العذاب. هادي تاهي مزيونة، هاد الموديل هادي بالطرز، طرز رباطي. هادي تاهي مزيونة عجباتني، داك السميطة ديالها مطروزة هكاك جاية مزيونة. هادو لي شورت، لي شورت مزيونين تا هما، هذا غزال تابع. انا هاد الحوايج الصراحه ما كنخرجش بهم، ولكن كنشريهم، كيعجبوني، كنلبسهم في داري، كنلبسهم هكا تعجبوني، ماشي حيت مقزبين هكاك ولا معريين صافي ما كنشريهمش. كنشريهم، كنلبسهم بوحديتي في داري. هادو المايويات تا هما الصراحه ب5 الأورو، رخاصين خاصين بزاف وزوينين. الواحد يشري شي مايو يخبو، هذا ب26 أورو يولي ب5 الأورو، والله سي بون افير. هذا عاوتاني ب13 الأورو يبقى ب5 الأورو، مزيان. انا هكا كندير، كان بعض المرات كنشري الحوايج ديال الصيف كنشريهم في البرد، والحوايج ديال البرد كنشريهم في الصيف، تيكونوا رخاصين.
كتشري حويجه زوينه وماركه بواحد الثمن مناسب. هاتوش هاد لي بوط تاعهم مزيونين عجبوني. هاد لي بوط كيديرو 40 اورو عاد يبقاو ب 15 اورو مزيونين عجبوني هكا للدراري البنيتات. ما بين 15 و 90 حتى ل 29.90 كيبقاو ب كيبقاو ب 8 اورو. واللي من 39 اورو من 29 اورو 90 حتى ل 39 اورو 90 كيبقاو ب 15 اورو. مزيان سي دي بون افير دي بون افير. ها هما دو صباب ديال الرجال، ما تقولش كن راني كنوري غير الحوايج ديال العيالات. ها انتوما ها انتوما يا الرجال انتوما تفرجوا. ها هما دو صبيطات موديلات ديال الرجال، راه مازال عرفتي شحال ديال الكراتان عاد كيحطوا في السلعه. مازال ما حطوش السلعه بزاف. هادو ديال لا آل كي ديبراسيوهم باش يحطوا سلعه جديده، يديروا لهم دي ستوكاج. هنايا دايرين الاثمنه كومون سا مارش. هادو ديال الكوير زوينين. الناس ديال صالون لي زونفيرون ديال صالون والله اجيو بروفيتيو، خاصهم يجيو يبروفيتيو من هاد الاثمنة. والله الاثمنة زوينة بزاف بزاف، كاينين هميزات زوينين. هادو ديال الدراري الصغار هما الصراحة كاينين هميزات زوينين بزاف بزاف، تيبقاو رخاصين بزاف. بحال دابا هادو 27 27 بشحال هادي يبقاو 27 يبقاو بثمانية د الأورو. بحال هادا 29 99 هادي يبقى بثمانية د الأورو. مزيانة 8 الأورو ديالاش صراحة، 8 الأورو تشري صباط هكا ماركة مزيان. هادو لي جوب ديال مورغون، مورغون هذا كتعجبني كلاس زويني، الحوايج ديالها فنيين صالة وتوب وهذا عندهم زوينين. مورغون جوبات صراحة موديلات زوينين بزاف. الأبيض صراحة هو زوين ولكن تكيسو صغيب. شوفة هذا الشو شحال زوين، هذا كان تيدير تقريبا 50 أورو هاد الشورت. من بعد ولا بخمسطاش أورو، من 50 اورو ل 15 اورو الله بخيره. ها حنا عاوتاني رجعنا للرجال، هادو الشرطات ديال الرجال. هذاك الشرط ب 40 اورو ولا ب 15 اورو.
كنت باغيه نوريكم الشرطات ديال الرجال، ساعه مازالين كيقادو في السلعه جرهم، داكشي علاش رجعت لهنايا الشميزات ديال العيالات. من ان يقادوهم يحطوهم داك الساعه غادي نرجع نوريكم عاوتاني هذوك الشرطات ديال الرجال والحوايج ديال الرجال. هانتم كيف ما كتشوفوا الكراتن مازالين كيقادو في السلعه، مازال ما قادوش السلعه، مازال ما حطوا السلعه. هادو الشميزات ديال موركم صراحة مزيونين كلاس. هادو لي فيست دايرين لهم 20 أورو صراحة. لي فيست ديال موركم 20 أورو صراحة راهم مزيانين. هذا غزال، هذا عجبني، هذا الموديل دايرين له 85 أورو واقيلا. هادي بقى 19 أورو. زوين، تيجي كلاس زوين، عجبني، كنت باغية ناخدو ولكن ما زعمتش عليه لحقاش انايا كنلبس اكثر سبور. هذاك خصو الطالون وخصو خريجة ديالو. لبس 19 أورو صراحة زوين. هادو بويت البيض، انا ما تنزعمش نشري شي حاجة بيضة، انا ماشي من النوع اللي كيحافظ وعندك بالك. انا انا ما كنحافظش. 70 أورو، 70 أورو تبقى 19 أورو. شوف على فرق شحال، مش حد الفرق. هاد مفيهاش تاني موقيلا، هادي اللي قلت لكم قبيلة بخمسة وثمانين أورو تبقى 19 أورو، من 85 حتى 19 أورو. راه موركو راه غاليه لا مارك ديال موركو. هادو لي تيشيرت ديال موركو تا هما ب7 الأورو. هادو الصراحه زوينين عجبوني، دايرين كانوا دايرين 55 أورو، غادي يبقاو ب7 أورو. الله يبارك، الصراحة زوينين بزاف. ولكن انا موركون تجيني ستيل ديالهم تري كلاس، تري كلاس، تري كلاس. وانا جاتك انا لباسي كله ديكونتراكتي، كنبغي ستيل هكا ديال تولي جوغ، جين باسكيت وصافي مع الوليدات مع الجرة. هاد الحوايج الصراحة ما يصلحوش، يصلحو غير شي خرجة ولا شي عشا في شي ريستوران شيك، ولا شي سواغي ولا. هادو لي بانطالون، لي بانطالون صراحة هما زوينين. هادو السيكان لي غوب دايرينهم 15 أورو، والسيكان دايرينهم 10 الأورو. السيكان ب40 أورو يبقى ب10 الأورو، صراحة زوين. هذا عاوتاني تا هو تو كيدير 40 أورو، هادي يبقى ب10 أورو. هادو الشميزات ديال الرجال تاهما صراحة شي حاجة زوينة، دايرين 12 أورو صراحة. الشميزات زوينين بزاف بزاف بزاف.
صراحة ما كرهت نشري. انا فاش كنت كيطيحوا في الديار بحال هاد لي زوكازيون بحال هكا كنت كنشري وكنحط، ملي كنكون هابطة للمغرب كندير كادويات للعائلة ديالي وهذا. مي الصراحة هاد الساعة الوقت مزيرة مع كورونا، ميم انا ما شريت لراسي حتى حاجة، بقيت غير كنتفرج. ما كرهتش الصراحة حويجات زوينين، ما كرهتش. وكا كان عندي فلوس كان خديت وخليتهم تنكون هابطة للمغرب ولا نصيفطهم مع الترونسبور. مي يلا غالب الدنيا واقفة دابا، كورونا. كورونا تأزم، كلشي تأزم، كلشي تضرر مع هاد كورونا. الله يرفد علينا هاد كورونا وصافي، وحق الله العظيم تأثرنا بزاف بهاد كورونا، ماديا ومعنويا ونفسويا وكلشي. شاهدت شحال من ثمانية لبس فني نتا هما لي شوميز عادي، كانت 45 اورو تبقى ب 19 اورو. صراحة ما دريت فني اتمنى الصراحة زوينة بزاف تاعها. هادي 89 اورو، 99 سنتيم، هي 90 اورو، 90 اورو تبقى ب 19 اورو. شوف على الفرق، هادي هي الهمزة. همزة واش من همزة؟ من 90 حتى ل 19. تريكوات ب 12 اورو، شي لاباس شحال من زيمانية. صراحة زوينين بزاف هادو، راهي لي مارك لي كرون مارك هادو. ودابا خرجنا من لاال، مشينا من بعد ما كملنا من لاال مشينا عند صاحبتي. انا نوريكم شنو درنا عند صاحبتي، خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو. الفيديو طويل شويه ولكن ما تقنطوش. قلت لكم مشينا عند صاحبتي، مشينا عندها للدار، قربنا نوصلو. غير وصلنا للدار عند صاحبتي، عجنات صاحبتي لاجينا ديال المسمن، وجلسنا نصوبو المسمن. قلت لكم المسمن تعاوننا عليه دغيا دغيا، ميم با نص ساعه دغيا دغيا وجدناه ودرنا الكوتي. تعاوننا مع بعضياتنا كل وحده وشنو دارت، تبارك الله عليهم. انتم تشوفوا معايا الطريقه ديال المسمن، ديال الطبيان ديال المسمن، زوينه وسهله وتيجي زوين ومورق، وما تيجيش ميدم بزاف، ما تيجيش مزيت. كنا دايرين الموسيقى وقاعدين كنصوبنا مسمن، بقينا كنضحكوا مع بعضياتنا، نشطنا شوية وضحكنا وشطحنا، المهم فوجنا على بعضياتنا. جاية العطلة، جاية العطلة، هذا النهار التالي قبل العطلة، تلاقينا وفوجنا على بعض، فوجنا مع بعضياتنا، لأن فاش كتكون العطلة ما كنتلاقاوش. هاكا من تيكونوا الوليدات في المدرسة كنتلاقاو مع بعضياتنا وكنفوجو على بعضياتنا وكنتناوسو مع بعضياتنا، تنخرجو تنجمعو ناكلو مجموعين. ومنين تيكونو الوليدات عاوتاني كنعطيو الوليدات الحق ديالهم. منين تيكونو الوليدات عاوتاني عطلة، راه حنا مع الوليدات، راه ما كنتشافوش كاع، كنشدو حتى حنا عطلة مع بعضياتنا. هكا احنا كنتلاقاو صحابات ما بيناتنا، كنتناوسو في الغربة. وكيف ما قلت لكم كنتلاقاو غير هكا ملي تيكونوا الوليدات في المدرسة، ومنين تيكونوا الرجال في الخدمة، حنايا هكا كنتلاقاو بيناتنا صحابات بيناتنا. ومن بعد ملي تيكونوا الوليدات في الدار والرجال في الدار، راه كنعطيوهم حقهم حتى هما.
انا ما كنبغيش داك النوع ديال الصحابات ولا هذا اللي مثلا ياخذوا لك الوقت ديال وليداتك ولا الوقت ديال دارك ولا هذا. حنا الحمد لله كنتفاهمين من نهار اللي تلاقينا، كنتلاقاو ملي تيكونوا الوليدات في المدرسه هكا، ما كنتلاقاو بيناتنا ونضحكوا، وأو ميم طون كنقابلو وليداتنا من تيكونو وليداتنا في الدار، وحنا كنقابلو وليداتنا وكنقابلو دارنا، ماشي كنبقاو زعما ما وحدة ما كتلهي وحدة على شغالها وكنتلاقاو ماشي على حساب وليداتنا ولا على حساب ديورنا ولا على حساب الرجال. تبارك الله على المعلمات، تبارك الله تبارك الله عليكم، عطاكم ربي الصحة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عرفتي كنت مشهية نسمن انا وصحابي، الصراحة كنا تشهينا نسمن هادي شحال وانا مشهية، وتالي زعمنا عليه قلنا دوز، كنا مشهيين نسمن والله تنصوبوه، واخا مشينا شحال وحنا كندورو في لاهل وداكشي ما بقاش الوقت، ولكن تجمعنا عليه هكا وتعاوننا دغيا دغيا صوبناه. صراحة أنا من هذا المنبر كنشكر صحاباتي بزاف بزاف وعائلتي الثانية، صراحة تنفوج على بعضياتنا ومتناوتين تنوتو بعضياتنا، وصراحة ما عندي ما نقول، أحسن ناس الحمد لله يا سيدي ربي، الحمد لله لقاني ناس مع الحمد لله ربي لقاني مع ناس مزيانين الحمد لله، وكنشكرهم بزاف بزاف، وكنشكرهم على الاوقات اللي كندوزو مع بعضياتنا، وفريمون كنفوجو على بعضياتنا بزاف بزاف، وكن كيفاش كنزولو داك ستريس. صراحه كان ما كانوش صحاباتي وكان ما كناش كنتلاقاو، هذا كان ما عرفت كيفاش نكون فينا مع المشاكل مع الضغوطات ديال الحياه، والله زعما هاد الجمعيه ديالنا الحمد لله هي اللي اللي كتخفف علينا هذاك الضغط النفسي وداك المشاكل وهاد الغربه الحمد لله يا ربي. ها هو ده اللي ديالنا، ها انا كنطيب فيه كنطيب فيه، وصاحبتي اخرى كتوجد اتاي، وكل وحده شنو كدير باش نوجدو دغيا هاد الملاوي، لحقاش راه 4:30 خصنا نجيبو الدراري من المدرسه. انا اللي بغيت نقول لكم من هاد الفيديو، ها انا يا الصباح يعني دينا الدراري مع 11، دينا الدراري للمدرسه مع 8:30، تلاقينا مشينا شربنا قهوه مع 11:30، مشيت جبت بنتي ديتها للرونديفو ديالها، رجعتها للدار غديتها، وعاوتاني مع 1:30 تلاقيت صحباتي، مشينا لال، ومشينا صاحبتي قضات شغالها ودرنا في لال، وجينا دخلنا للدار، دخلنا للدار وصوبنا نسمن وطيبنا اتاي ودرنا الكوتي، ومع 4:30 مشينا جبنا وليداتنا. اللي بغيت نقول لكم يعني الانسان واخا يكون مشغول واخا يكون هذا، راه خاصو ولا بد تخرج واحد الوقيت ليلك، واحد الوقيت خاص غير ليلك نتينا، سواء كنتي امراه ولا كنتي راجل، بحال العيالات الاغلبيه ديال العيالات اللي كتبقى خايده نهارها كله وهي هي في الشغل هي في الشغل وتماره وتماره، يعني كتلقاها ما كتخرج، ما عندها صحابات، ما يعني وكتبقى هي داك الضغط داك الضغط داك الضغط وداك الضغط، من بعد راه كتبقى تفرغوا في وليداتها وفي راجلها. من الاحسن الانسان يبدا يخرج يبدا يفوج يبدا يفوج على راسو ويزول عليه داك الضغط. احنا دابا ماشي للمدرسه نجيبو وليداتنا، احنا نورمالمون الايام العاديه ما كنبقاوش مع بعضياتنا النهار كامل، دابا من حيت العطله داكشي علاش راه حنا بقينا مع بعضياتنا النهار كامل، دوزنا تقريبا النهار كامل مع بعضياتنا، لان من بعد ما عادش نتشافو لمده ديال 15 يوم
العطله كامله ما غاديش نتشافوا. داكشي علاش بقينا هذا النهار، دوزنا هذا النهار تقريبا كامل مع بعضياتنا. المهم احنا قربنا نوصلوا للمدرسه، نوصلوا للمدرسه. غادي نقول لكم بسلام عليكم، ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. واش غادي نقول لكم دابا، هذا النهار التالي ديال ليكول، وهذا النهار غادي يشدوا الدراري العطله. كيف ما قلت لكم عندنا 15 يوم ديال العطله، 15 يوم غادي ندوزها عاوتاني مع وليداتي، غادي نعطي الوقت لوليداتي، نخرج مع وليداتي، ندير حوايج مع وليداتي. المهم لكل ذي حق حقه، والوليدات عندهم الحق ديالهم، وانا حتى انا النفس ديالي عندها حق، يعني كنفوج كنخرج مع صحاباتي وكل حاجه بوقتها. نقول لكم بالسلامه عليكم وتنموت عليكم.